بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني هذا الفيديو المرعب من إسبانيا. كما تعلمون هناك حرائق الآن في إسبانيا وفي فرنسا وفي البرتغال وفي بريطانيا، وانتقلت إلى دول أوروبية أخرى، وكذلك أيضا انتقلت إلى تكساس الأمريكية. لكن هذا الفيديو مرعب جدا جدا. الفيديو صوره أحد الأشخاص أثناء قيادة السيارة في إسبانيا، والفيديو مرعب. حرائق على اليمين وحرائق على اليسار، مشاهد مرعبة للغاية. فكيف سيكون الحال في جهنم والعياذ بالله، الذي يقول لك مش مهم أنا أروح النار مش مشكلة؟ يا رجل أشعل عود من الكبريت وحط صبعك عليه، هل تستطيع أن تتحمل هذه المشاهد؟ فعلا مشاهد مرعبة من أحداث الحرائق في دول الغرب. هناك الآن مئات القتلى في إسبانيا، وكذلك أكثر من 1000 شخص في البرتغال، وفي الدول الأخرى يموت الناس بسبب الحرارة، لا يتحملون هذه الحرارة. وخرج اليوم مسؤول بريطاني وقال إن البنية التحتية في بلادنا لا تتحمل هذه الحرارة، ونحتاج إلى سنوات حتى نصلح هذا الأمر. وقال إذا امتدت هذه الأزمة، أزمة الحرارة وهذه الموجة، إذا امتدت أكثر من ذلك فربما تؤدي إلى آلاف القتلى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.